سوق أصبح مع مرور السنوات تشويه رائحة تشوبه رائحة من البزنس، هكذا يقولون. ما الذي يصنع الفرق حاليا في سوق الانتقالات؟ وهل التنافس الحالي شريف بين الأندية؟ أندية تجلب اللاعبين بالملايير وأخرى تجرب اللاعبين في عملية تجريب قد تنجح للبعض وقد لا تنجح للبعض الآخر. لمناقشة حدث اليوم نسعد باستضافة على يميني محمد مرابط، مناجير معروف على كل حال. على مساء نورك الخير، حكيم، مساء الخير. مرحبا تقصى على بك، الدعوة هذه، أهلا وسهلا، صافي، غرون بليزير كاني معكم. شرف لينا. الله يسلمك. كالعادة معروف على كل حال. سيبو هلال، مساء الخير، الله يمسي الخير ونشكرك على الدعوة هذه. أهلا الله وسهلا يخليك، الله بك. يخليك. نبدأ إذا نقاشنا في هذا الحدث الذي نناقش مثل ما قلنا سوق انتقالات اللاعبين. حديث كبير يدور في الجزائر، الكثير ما يعرفش مهنة مناجير. يعني هل يمكن أن نقول أنها أصبحت مهنة يعني في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مناجر بالنسبه لي، مناجر اللي يوقف مع الجوار، ينيغوسي الجوار، يقرا له الكونترا تاع الجوار. كي يكون عنده الجوار غدو عنده مشاكل، يقرا المناجر ديالو. الجوار يروح فاكونس مع مرتو، المناجر هو اللي يجري له كيما نقول لك الصلاحيه تاع ديالو كره القدم، هو اللي يتصل بالبريزيدون، هو اللي يتفاهم مع البريزيدون. الجوار واش يجي يدير؟ الجوار يجي يسيني في دراهمو ويدخل، هذا ما كان، هذه خدمه تاع المناجر بالنسبه ليا. كان بعض اللعبة من حقه يدير مناجر باش يجري يعاونو اكسيتيرا، وكان بعض اللعبة ما يديرش مناجر، ما يحبش يمد دراهم المناجر، ولا كان يدير باباه مناجر، كان يدير عمو، كان هو يقول لك انا راني نقرا وغدوه ان شاء الله كي تصالون بروبليم مع الفريق هذاك ولا يحوس على المناجر باش يعاونو ولا يدير افوكا ولا. لازم بالنسبة لي انا جميع الجوال اللي يدير المناجر، جميع يدير المناجر، ماشي غير انا، كاين بزاف لي مناجر اللي يخدموا يوقف معاه، يقرا له الكونترا ديالو، يتفاهم مع البريزيدون اكسيتيرا. ميم غدوه ان جوار راهو غايب، ماذا بيه المناجر هو اللي يقول واش كاين واش ما كاينش، والجوار يديسيدي في لو مونتون سوا ديزون. لو جوار كاين الناس ماش تعرف، بريزيدون يقول لك عطيت لي انت سوا ديزون، عطيت لي انت لو مونتون غالي، ماشي المناجر اللي مدد لو مونتون، سي الجوار. الجوار يعيط لي قال لي رابط انا عطيني سوا ديزون 150 مليون في الشهر، رفد لي 5 شهور. لو مناجر يتحدد مع البريزيدون، يتلاقى به، يقول له بلي انا دا جواد نطلب له 150 مليون، وفيها نقاش بين المناجر والبريزيدون، ويدخل لعب في التليفون مع البريزيدون باش يقنعه باش يحضر. نعم، سي بو هلال، يعني بصراحة هل تشوف انه مهنة هذه مناجير، انت كمدرب على كل حال عندك مناجيرك الخاص، كيفاش تشوفها في الجزائر؟ هل يقول البعض انه يسودها نوع من الفوضى، لانه ممكن اليوم تصيب مناجير لمدرب ما، مدرب اخر ايضا ممكن يتعاقد مع مناجيرين، كيفاش تشوفها انت؟ شوف بالك انا نقسم لك كما نقولوا السؤال بالك على زوج. تفضل. المناجر دوك يعني فرق اوروبيه كبيره واللاعبين كبار في اوروبا لازم عندهم مناجر، ماشي هو اللي يستكلف بالامور تاعو اللي خاصه بالفريق وما يشبه. دوك تقول لي اليوم عندنا كاين في الجزائر نوع من الفوضى، هذه ما نخبوهاش كاين. علاش؟ لان كما يقولوا لا اللاعب ولا المناجر ما راهمش يعني محميين في واحد القانون. خاطش واش اللي يرجع ما تكونش الفوضى؟ كي يكون القانون، كي ما يكونش قانون تولي الفوضى. يعني كل واحد يولي يخمم ولا يدير كيما يحب ويتصرف كيما يحب، هذه هي. لان دوك نقدروا نقولوا يعني مفتوحه، تقول بالك عمليه تاع تجاريه، عمليه تاع بزنسيه، يعني نقدروا نسموها كيما نحبوا، ما دام يعني كيما نقولوا بالك قوانين خاصه بين يعني المناجر واللعاب ولا المناجر والمدرب. ما فيش قانون يعني معروف على كل حال، لانه كترسيم قانون ما فيش، يعني ما في مناجر في الجزائر. نعاود نرجع لك سي مرابط، هنا سوق الجزائر يعني حاليا سميناه سوق لانتقالات اللاعبين او المدربين، ما عرفش حركيه يعني ماهوش مقارنه بالمواسم الاخرى اللي كنا نسمعه كثير، يعني اللاعبين تنقلات بحركيه بشكل كبير، رغم انه البطوله تقريبا نقولوا على الابواب، على تحضيرات راح تبدا، كل اغلب الفرق راح تبدا تحضيرات. السنه ضعيف، لمن ترجع لذاك؟ خاطرش كان هذا العام كان لي كونترا تاع دوزون عامين، كان لا ماجورتي جوا كرام سو كونترا ابار، يجيب لك جوا في الميركاتو يسيني 18 موا يكون ليبر. حنا واش انا نشوفه في الشامبيونات تاع الجزائر كانوا غير 5 جوار اونتو راهم ليبر، لا ماجورتي كاع سو كونترا. هذه هي لا بريمير شوز، كان كونترا 2 سنين.
حنا كاين بعض اللاعبين تنيغوسيلو نتايا سوا ديزون كونترا ديزون فاب هاد العام تنيغوسيلو والعام الجاي يعاود ينيغوسي اللاعب كان لي جوال ما على بالوش يقول لك انا سي بون سنيت عام بزاف عام ونولي مربوط نو سنيت عامين هاد العام تسنيتو العام الجاي على حساب روندمون ديالك كان انا واش قلت لك مقبل حكيم كان جوات سيني لو طون صرات لي ليا ما نسيتوش الاسماء واد سنيت اللعابه بطون وكي بدا الشامبيون لقيت مخلي اللعابه اللي غاليين بدو لعبوا كاع كيما نقولوا لعبوا كاع الشامبيونات تيتيلار اكسيتيرا بدو بلوس واش يلعبوا واش لي جوار خاصين من اللاعب اللي ياخذ اكثر هذه من الباب خاطش انا كان جوار ماذا به يلعب في مدة الجزائر ماذا به يلعب في اتحاد العاصمه شباب نوزات شباب القبائل يقول لك انا شو بريف انا ميرابات شوف لي مدير العاصمه يعطوني طون وانا نروح على برا نرفد طون اسمح لي سي ميرابات نقطعك يعني اللاعب لما يوقع سنه عامين مثلا الموسم المقبل يزيد يعاود ينيغوسي وي انا عمال من اجل تجديد العقد لا ماشي تجديد على يعني. المونطون على الدراهم نعم يعاود ينيغوسي على الجال دراهم تاع العام الجاي على حساب روندمون ديالو لو كان انت جوي ما لعبتش اناني طبعا سوي ليبيريوك سوي غارديوك سوي ينقصوا لك في الصالير ديالك سوي يزيدوا لك على حساب روندمون ديالك ولا كنت لاعب لي ماتش بدون تجديد العقد بدون تجديد وكاين بعض الانديه يساريه دوكا كي يشوفك انت جوارك 50 عامين يعاودوا يجدوا لك عام واحد اخر ويزيدوا لك بالنسبه لهذا القانون يعني الموسمين في رايك يعني من ناحيه ايجابيه اعتقد انه لانه يحمي الفرق ويخلي استقرار اكثر وي 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 بيان سور كان جوار شغل كيما نقولوا احنا بالعربيه شغل كسب الجوار يسحق هذا الجوار ما ينجمش خدوه يروح ما يجي يحب يروح راهو سو كونترا مع الفريق ديالو ولا حب يزيد يقعدوا العام الجاي يعاود يزيد له كونترا واحد اخرى يزيد له على حساب الدراهم اللي كان يرفدهم نعم سي بوهلال انتما كمدرب انت مثلا قبل بدايه الموسم تكلف مناجير عام للحديث مع اداره الفريق التي اتصلت بك من ناحيه اللاعبين يعني هل انت اللي تشترط اللاعبين هم اللي يجيبوهم لك ولا كيف يعني لانه نقول لك هذا السؤال لانه الكثير من الفرق ادارات الفرق هي اللي تجلب للمدرب اللاعبين المدرب يجي فقط يجي يشتغل مع اللاعبين هذوك سواء كان من الفرق من جاي من الفرق الهاويه او من فرق عادي دوك هو كما يقولوا تما واش يخص للفريق انت نقولوا بالك هذا من المفروض يعني واش يخص للفريق واش يخصوه لاعب دوك كاين الاداره وين دير يعني خطوات الاولانيه باسكو بالا كاين دي جوار هذوك لازم في وقت معين لازم تتصل بهم يعني باش ما يدوهمش فرق واحد اخرين هذه يعني كيما يقولوا دو بونغير هذه لازم تكون هذه كاين هذا خاطر كاين لاعبين اللي كيما يقولوا عندهم مستوى لاباس به ما نقدروش يعني نفرطوا فيهم كيما يقولوا هكذا يعني ما نقدروش تقول انا نجيب لي اسم جوار كذا على بالي نعرف المستوى تاعو ما كان له دوك نقولوا الرئيس ولا المسيرين تما يستناو يعني لو اوكي تاع لونطينور باش يسينيو هكذا هذا اذا كان معروف يعني كيكون معروف ولكن كي تكون يعني كيكونوا يعني دي جوار شويه يعني ما كيفاش يقولوا يعني بالك مخصوصين شويه تجربه ما مش عندهم ما عندهمش يعني حجم تاع اللعب باش يقدروا لازم لهم شغل الوقت هكذا تماك وين يعني المدرب لازم ياخذ الاحتياطات تاعو لازم تكون هذيك يعني كيما يقولوا تكون التفاهم مع الاداره اللي راك تخدم بها خاطر غدوه ما لازمش يلوموك ولا انت تلومهم علاش جبنا هذا اللاعب وعلاش سينيالو هو ما عندوش المستوى سي بوهلال ولكن الكثير من الفرق هذه وكثير من المدربين لما يروحوا لاي فريق يوجدوا اللاعبين جاهزين يعني يوجدوا اللاعبين مستقدمين وانتهى الامر ما عليه الا يشتغل ويبدا خلاص لا هذه شوف كاين ظاهره كاين بالك نقول لك كاين ونسبه كبيره سي بوهلال اي على كل حال هذه كاينه بزاف قلت لك يعني كاين وين بالك المدرب كيجي يلقى الوساطير تاع ليكيب نقول له تاع العام اللي فات ولا تاع عندها وقيله واحد العامين هكذا كاين هذيك ليكيب ومن بعد كيما يقولوا هو يعطي واش راهو يخص للمجموعه هذه يقول لهم يعني لازم لي يعني لاعبين في هذه الاماكن معينه وقلت كاين وين تما المدرب يجي مع الاخر كاع تما ليكيبين داك كان 24 لاعب فهمتني كان 24 لاعب تجي وانت تجي يجيبوك قال يا سي بولا انا باش نحكم بصح انت يوم بعد اوب تبدا كما قال كاين بالك مدربين اللي يقبل قال انا يا خويا ليسونسيال ندرب الفريق هذا فهمتني وكاين اللي نو يقول لك سمح لي كاين لاعبين اللي تما هادو جبتهم بالك انا عرفتهم في فريق واحد اخر وبالك ما يليقوش
بالعقليه تاعي، بالعقليه بالمنهجيه تاع العمل تاعي، ما راحش يتاقلموا، ومن بعد يصرى مشكل. وهذا المشكل اللي راهو يصرى، حتى علاش المسير هو ليه هذا اللاعب يليق في الفريق هذايا؟ بصح يليق للفريق، بصح يليق المنهجيه تاع العمل تاع المدرب ولا لا تاكتيك تاع لونترينور؟ اسكو هذا اللاعب يليق؟ هذا هو. نعم، فيما يخص في نفس النقطه سيدي رباط، انت كمانجير تعرف كثير يعني من اللاعبين هنا في الجزائر، يعني هل تشترط انت انه اي لاعب لما توقع له تعرف انه شكون المدرب اللي راح يدربه ولا عادي يعني؟ كان حاجه حكيم. نعم نعمك دائما، كان دي فوا تشوف انت تجيب مدرب ميتا تحطه في ايكيب، بعد المدرب يتصل بك يقول لك اعطيني لعابه الملاح، ما قلت كيما يقول لك بوهلال ما نجمش نعطي له سوا ديزون لعابه، هو يخير ماشي انا مانجر تاعه يقول لي وي ميرابات جيب لي هذا هذا، ومن بعد غدوه تبدا شامبيونا. ما تساعدش المدرب وما تساعدش الاداره، بعد البروبليم وين يروح؟ يولي للمدرب. الانصار لا بريمير شوز انصار يمسحوا الموس في المدرب، ماشي في اللعابه. الضحيه الاولى، الضحيه الاولى. كان دوك انت كاين حاجه، كاين مناجر اللي يخدم مع مدرب يجيب له لامبور جوال يسينيلو، مهم يخبي دران في جيبو، وكاين مدرب نو عنده مناجر ديالو يقول له ها واش نسحق، يعطي له قال نسع هذا هذا، وما في يشاور المدرب، يشاور ماشي يشاور المناجر، يشاور يسقسي على اللاعب. كاين حاجه حكيم ناسي غلطان اللي فوت سيني ان جوال سي بون جوال، بصح لو كاركتر ديالو ما يسمعش حكيم، يقول لك بروبليم. انا صاتلي مع بعض الانديه يعيط لك بريزون شاك فوا، يقول لك ميرابات سي بون جوال زيد عيط عليه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مليون وتولي تربي في الجوال حكيم،
تتربي في جوال تقول يعني حتى ولا قدمت ذاك اللاعب يعني جوال هذاك لذاك الفريق تبقى يعني تتبع فيه وكانك كل يوم حافي يعني. كل يوم كل يوم كل يوم تجري عيط لك تشوف تليفون تاع البريزيدون وتحشم وي يا ميرابات جوال تاعك اللي جبته لي واش قال لي اوكي تعيط للجوال يقول لك لا لا انا هكذا ودي فوا كاين حكاين بعض الانديه كان بارطاجيا كان ناس ديك جروب يمشي مع المدرب هذا كان جروب ضد المدرب كان جروب ما خلص وجروب خلص يتهضروا بيناتهم صافي تولي شويه فوضى ومن بعد يمن بروبليم للمدرب تولي دوك انت مدرب جاي الصباح باش تخدم شوف لي كيف مقسوم على ثلاثه ميتا سوا ديزون ما نسيتيوش نص خمسة من ستة من سبعة من شغل فيها مشكل كبير سي بوهلال لما تكون يعني تكتل للاعبين يعني خاصة تقصد ممكن هل فيه يعني ممكن نظرة أنه يكون من جهوية يعني تكتل الغالب الشالق هكذا داخل الفرق مشكل كبير يخلقكم اللاعبين مثل هؤلاء يا ماشي ماشي ما نقول لكش هذيك تاع عقلية تاع شرق وبسط على كما قال لك المدرب دائما هو عنده هذيك صفات باش يجمع فهمت طبعا الحمد لله رانا كاع جزائريين ما كاش مشكل هذيك احنا كي نتكلموا مع اللاعبين تاعنا ما كاش وبالك كيما قالك محمد يكون الفرق في الاموال يعني اللي كان اللي خلص واللي مازال ما خلصش هذيك شويه وهذاك علاش عطاولو وحنا ما علاش عطانا وحنا رانا نلعبوه ومازال ما واسيناش هو هذا يخلق لك مشكل يعني مشكل كبير انه بعض اللاعبين يكون خلص الاخر ما خلصش نقول لك التركيز تاعي يتبحر كاع واللي على بالك تولي تهدر اكثر ما تخدم في هذه العمليه لمن يرجع هل المدرب هنا يرجع لرئيس الفريق لمن يرجع في المشكل هذا ترجع انت رئيس الفريق التسيير. ولا اللاعب يرجع للمراجعه اسمع التسيير والاموال هذه راهي الاداره ولكن انت اكيد انك راح تتحدث مع الاداره يعني اي تتحدث ولا تخلي تقول على المشكل هذا لازم باسكو انت اليوم واش تخمم تخمم لازم اللاعبين هذو يكونوا جاهزين من كل ما من كل نواحي